مرة أخرى موضوعنا الأساسي النهاردة هو التضخم، هو ارتفاع الأسعار بعد بيان المركزي للمحاسبات بارتفاع معدل التضخم. صحيح المعدل الشهري انخفض قليلا، عشان نكون محقين للحق، يعني ان احنا عندنا تراجع طفيف في معدل التضخم الشهري، ارتفاع الاسعار الشهري، لكن احنا بنتكلم على معدل سنوي غير مسبوق، ارتفاع اسعار غير مسبوق في مصر. دور الدولة ايه؟ دور الدولة واحد، البنك المركزي بيعمل على خفض التضخم عن طريق رفع سعر الفايدة، عنده سياسات نقدية كثيرة اخرى ممكن يستخدمها وادوات ممكن يستخدمها. اتنين، الدولة بقى بتيسر حياة الناس، الدولة لازم توفر لي مواصلات تقدر توفر العبء ده من عليا، توفر لي علاج يقدر يوفر العبء عليا ده من عليا، وتوفر لي سلع تموينية تقدر انها، وتعليم طبعا. التعليم احنا زي ما سمعنا وهنسمع بعد كده في حلقة يوم الاربعاء القادم، الحقيقة ان التعليم ما بقاش في تعليم مجانا، التعليم الحكومي كله بدروس، كل حاجة في البلد كل حركة بفلوس، مفيش تعليم مجاني في مصر، هذه أكذوبة، لا يوجد تعليم مجاني في مصر، لا يوجد علاج مجاني في مصر، كل ده مش حقيقي. وبالتالي علشان أقدر إن أنا أشيل العبء من على كاهل المواطنين وأقدر أخلي المواطنين يتحملوا كل هذه الأعباء، في مليون سياسة لازم تتخذ، في سياسات نقدية يجب أن تعدل، في سياسات مالية يجب أن تعدل، في سياسات لها علاقة بالاستثمار، كل ده. التضخم هو القنبلة الموقوتة النائمة، أرجوكم، هذه المشكلة الأهم في مصر. خلونا نشوف رد فعل الناس عن نظام التموين الجديد في شهر إبريل، ونرجع نتكلم مع السيد وزير التموين وعلى استعداداته لرمضان. ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع التلاعب بها، هذا ما صدر من أجله قرار وزارة التموين الذي تم تطبيقه في بداية أبريل الحالي، والخاص بتحديد كميات من السلع المدعمة تصرف شهريا بواقع كيلو من السكر ومثله من الأرز وزجاجة زيت لكل مستحق للدعم. بالنسبة للقرار الجديد بتاع الوزير، هو كان طلع وقال إن على الفرد كيس سكر، إزازة زيت، كيس رز، كيس سكر ب 8 جنيه، إزازة زيت ب 12 جنيه، كيس رز ب 6 جنيه ونص. وفوجئنا اول الشهر ان هو بقى سكر وزيت بس، اللي هو ب 8 جنيه السكر وب 12 جنيه الزيت، والحمد لله الزيت موجود والسكر موجود والحمد لله شغالين. بس بالنسبه للرز اللي هو ابو 6 جنيه ونص، للاسف ده رز هندي مستورد ومعلوش اقبال نهائي من المخازن. دلوقتي اللي هو بيقول لي ابو 6 ونص اللي ما يتاكلش خالص، ورا هو اللي هو بتاع الهندي دوت، تحطه تترمي، اصلا انا ماخدوش. وهو فرض علينا في التموين سلع بمبلغ عالي وقيمتها الجوده بتاعتها رديئه جدا. السلع الاساسيه هو ما فيش حاجه زادت، بالعكس الشركات ابتدت تعمل عروض عشان خاطر موسم رمضان، زي المنظفات او الكلام دوت هي اللي اسعارها زادت. وفي محافظه الجيزه لم يختلف الوضع كثيرا، حيث يستمر بقال التموين في بيع السلع وسط بعض المشكلات التي يواجهونها شهريا. الحمد لله الموضوع انتعش بقى احسن من الاول، يعني احسن من الفتره اللي فاتت، السكر والزيت نزل وبكمية وفيرة والحمد لله، لكن بالنسبة للرز ما نزلش منه حاجة، ممكن يكون في مناطق نزل تاني لكن الجيزة ما نزلش فيها حاجة، والزبون ليه عرض وطلب في فرق العيش، ياخد بيه أي حاجة بعيد عن السكر والزيت بتاع التموين، ياخد أي حاجة من فرق العيش بعيد عن السكر والتموين والرز، لو عايز يشتري، لو عايز ياخد رز من بره ياخد، كل دوت في فرق العيش، لكن على التموين ياخد حاجة من بتوع التموين لا، مش مسموح. بقالنا أربع ساعات قاعدين والسيستم وقع. ومعايا بطاقة ورقية بقالها أربع سنين مش عارفة أطلعها. يا ريت السيد الوزير مشكورا بدل دعم الفرد، ما هو 21 يا ريت يبقى 30، لأن الأسعار كل حاجة غالية جدا جدا. الرز قالوا يعني اتكتب في الصحف وكده إن هيبقى بستة ونص الشهر ده على التموين من 1 إبريل، ما فيش رز، هو ما جاش رز في التموين النهارده. تشديد الرقابة على منافذ بيع السلع التموينية من خلال الجهات الرقابية كان من أهم بنود القرار الصادر من الوزارة لضمان صرف المقررات التموينية للمواطنين وبأسعارها الرسمية. محمد سلامة، هنا العاصمة. عندنا اتصالات هاتفية كثيرة، ونبدأ هذه الاتصالات من سيادة النائب محمد بدران عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. سيادة النائب مساء الخير يا فندم. مساء النور يا زلميس عليك وعلى كل مشاهديك. أهلا محمد بدراوي. بنتكلم عن التضخم، وأكيد أنتوا يعني عندكم بتناقشوا هذه القضية تحت قبة مجلس الشعب.
طبعا التضخم هو المشكله الكبيره اللي تلت الاصلاح الاقتصادي اللي تبنته الحكومه في السنه السابقه، وطبعا لذات جدا وصل لمعدل تضخم تاريخي، احنا بنتكلم في 33% 32.5% وفقا لاخر الاحصاء، وده احصاء رسمي يعني، ده كلام الرسمي بتاع الحكومه بتاع المركزي للتعبئه والاحصاء. والحقيقه ده معدل تضخم تاريخي، يعني لاول مره يحدث في مصر هذا الرقم. تاريخي لاول مره يحدث في مصر، وطبعا لو بالذات السلع الاستهلاكيه احنا متخطين 40% و45% اللي هي بتهم حياه الناس اكتر. انت عارف حضرتك ان طبعا معدل التضخم بيشمل حاجات كتير من ضمنه الرعايه الصحيه وغيرها. طبعا هننتقل بقى الى النقطه الهامه. حضرتك شفتك في اول تقريبا بتتكلمي على كريستين لاجارد وعلى برنامج الاصلاح مع صندوق النقد، وهذا امر طبعا له دور في هذا الموضوع. الاجراءات اللي تم اتخاذها كانت اجراءات صعبه وسريعه لم يستطع الاقتصاد المصري هضمها في الاربع خمس شهور السابقه، ولهذا احنا لابد ان احنا يبقى في المفاوضات القادمه الشهر اللي جاي ده لابد ان احنا يبقى عندنا بعض التحفظ على بعض الاجراءات القادمه عشان نوقف الزياده الكبيره في معدل التضخم. سياده النائب بدراوي، ايه 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 التحفظات، او انتوا يعني بتواجهوا الحكومه ازاي بقى في هذه القرارات؟ هقول لحضرتك بسرعه حاجات سريعه ممكن نعملها. احنا طبعا التضخم في جزء منه متعلق بالتكلفه، تكلفه السلع، احنا محتاجين نخفض التكلفه. طبعا اول نقطه كانت متعلقه بسعر الصرف اللي هو سعر الدولار. البنك المركزي النهارده بنتكلم في 18 جنيه واكثر شويه و10 سنت او 15 قرش، بينما صندوق النقد نفسه قال احنا ما كناش متوقعين هذا المعدل الحاد من انخفاض الجنيه امام الدولار، احنا بدانا بسعر 13 ل 14 30. انا البنك المركزي تحدث عن سعر صرف مرن، ومعنى سعر صرف مرن يتيح للبنك المركزي التدخل اذا حس ان سعر الصرف ده غير مناسب لوضع الاقتصاد، وانا شايف ان دي هذه لحظه التدخل المناسبه، خصوصا مع رفع الاحتياطي في البنك المركزي ل 29 مليار دولار. نستطيع البنك المركزي ان يخفض شويه سعر الدولار في المرحله القادمه الى ما دون 15 جنيه امام الدولار، اعتقد ان ده هيسهم كثيرا جدا جدا في خفض معدل التضخم بشكل طيب. سريع. طب خليك معايا سياده النائب، انا هكمل معاك هذه المناقشه، لكن يعني هنتقل بس للسيد وزير التموين دكتور علي مصلحي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير وكل سنه وانت طيبه ومصر طيب. كلها طيبين. وانت طيب، اهلا بيك. يعني اولا تقول لنا كيف تستعدون لرمضان؟ هل فعلا طلبت من الحكومه او من وزاره الماليه يعني زياده 50% من المخصصات على البطاقه؟ لا، انا قلنا بس حضرتك عشان احنا كنا النهارده مع وزير الاوقاف بنمضي بروتوكول عشان نمد وزاره الاوقاف في كميات السكر والرز والزيت، عارف حضرتك وزاره الاوقاف بتعمل استعداد لتوزيع بتاعت رمضان. بتاعت رمضان، فكانت دي مناسبه، وكان معانا الساده الصحفيين واتكلموا، قالوا دايما في رمضان بتزود جزء من الدعم على البطاقه. فقلت لهم ده لابد من دراسته، انت عارفه حضرتك الحاجه موضوع حساس جدا وفي موازنه، لا فقلت ده لابد من دراسته وعرضه على وزير الماليه حتى يمكن تقييم هذا الموضوع. انما انا كرأيي الشخصي لابد ان احنا نبص بالذات في دخول شهر رمضان. نمره واحد، انا بطمن الناس ان كافه السلع الاساسيه، انا سامع حضرتك بتتكلمي عن التضخم، بس ارجو ان احنا نبص التضخم النهارده بيتقاس بالنسبه لنفس الفتره العام الماضي. ما هو ده بالظبط الرقم. فالاساس اللي احنا بنقيس عليه كان قليل، لم يكن يعاني من تغيير سعر الدولار. لو حضرتك عايزه تبصي وتبصي للتضخم الشهري، هتجدي الشهر ده اول مره ينخفض، بس انخفض بوينت كام يا دكتور؟ وحضرتك رجل اقتصاد وعارف. قليل بس النقطه مجرد اتجاه ان هو انخفض، ولو تلاحظي كانت سله السلع الغذائيه هي كانت اخطر جزء بيأثر في التضخم باكثر من 43%. وبالتالي ضبطنا لسعر السكر والزيت والرز والعدس والفول والحاجات الاساسيه اللي هي لا تستغني عنها، مش بقول يعني هو اثر تاثير قليل، ولكن التوجه نحو الانخفاض بالنسبه للمعدل الشهري. انا ما بقولش ان التضخم مش خطير جدا وهو اخطر عنصر يؤثر على دخل اي بني ادم سواء غني او متوسط او فقير، وبالذات الفقير. فبالتالي بالنسبه لرمضان، وانا يعني سامعه رؤيه الناس ان هناك زياده في الاسعار، هناك كذا هناك كذا، انا بتكلم على السلع الاساسيه، لن يحدث زياده سواء في زيت او سكر او رز او مكرونه او اساسيات. بالاضافه ان بمتابعه جيده جدا احنا زودنا الاستيراد في اللحوم، وخلينا بدل معدل 10,000
طن في الشهر رفعناها ل 20,000 طن و 10,000 رفعناها ل 25,000 طن والتوريدات هتبقى من بدايه مايو. السمك زي ما حضرتك عارفه ان احنا اشتغلنا في الجزء المتاح هيئه الثروه السمكيه مع وزاره الزراعه بننزل طبعا ارقام ليست كما يجب في السوق ولكن 18 طن و 20 طن وعملنا لجنه لزياده هذا الموضوع. في اتفاق مع مع قناه السويس ولكن انتاج مزارع قناه السويس مش هيبتدي الا في شهر اخر 8 واوائل 9. اذا هنا بالاضافه الى ان تم الموافقه مع رئيس الوزراء على ان يبقى في رسم صادر 100% من قيمه السمك المصدر لسبب فعلا احد اسباب المباشره لرفع سعر السمك هو عارف طالما العمله بتاعتنا ضعفت فاذا القدره على التصدير زاد فالبولي بقى يتصدر البولتي بقى يتصدر الدنيس كل الاسماك الكبيره سياده الوزير بس عشان يعني يعني مع احترامنا لكل الكلام اللي هو فعلا السكر يعني الحاجات الاساسيه حضرتك بتقول انها مش هتزيد لكن الناس ما تقدرش تعيش بشاي وسكر وزيت ومكرونه بس احنا بنحاول نحافظ على اللحمه المجمدة ما بين سعر 55 و60 جنيه اللحمة الحية اللي احنا بنجيبها من السودان بنبيعها ما بين 75 و80 جنيه ليس لها علاقة ب 110 و120 و130 قد تكون الكميات اللي بنعرضها غير كافية وبناء عليه زودنا زي ما بقول لحضرتك ضعفنا الكميات وهيبتدي يظهر ده في مايو على مدخل رمضان. طيب الناس بتشتكي من الرز اللي موجود في التموين وبتقول ان الرز الهندي ده او يعني زي ما سمعنا من التقرير اتفضل. بصي حضرتك التجار نديد احنا معامل المكسب بتاعه فيه قليل ولذلك احنا دلوقتي الرز الابيض هو اللي موجود وموجود وانا كنت في بلاش احد السلاسل امبارح وحتى موجود بستة جنيه ونص الرز المصري موجود عندنا وما لهمش دعوه بالهندي، الهندي ده اللي هو ما بين البسماتي وما بين المصري ورز محترم جدا بس المشكله ان التاجر ما كانش بيكسب منه فطلعوا عليه اشاعه وهتشوف لحضرتك بس لما نزلته على نص جنيه هيجروا وراه عشان يكسب الكيلو. انما النقطه كلها انا بتكلم على الرز المصري موجود وموجود بس يا فندم كل يعني يعني انا بقابل ناس يعني كل زمايلنا في الكنترول كل الناس اللي نزلنا قابلناهم الرز الهندي هو الرز الذي يقدم من كتير من بقالية التموين اجباري على هو ده بيقول لك هو ده الموجود. طب لميس بقابانه وحضرتك والمؤدين عندك يدخلوا على اي تاجر تمويني لو اي بني ادم قال له ياخد اي حاجه فوق التموين بتاعه لا مش فوق التموين هو الرز هو ده هو هياخد الرز الهندي مش ما فيش الرز المصري ده اللي بقوله لحضرتك ده اختيار ده اختيار يا لميس التموين فقط في الزيت والسكر وانا قلت مع حضرتك كده صح صح الرز اوبشن ومع ذلك الرز المصري موجود والناس كلها متاحه اضعف الايمان اهو لسه ماضي بروتوكول مع وزاره الاوقاف ب 400 طن ومحمد رجب لسه باعت لي عشان عايز 967 طن رمضان بنك الطعام بيكلمني الرز متاح والحمد لله توافقنا مع التجار وحسبنا السعر بحيث بيوردوه لنا ب 630 يعني 6 جنيه و30 قرش احنا بنبيعه ب 6 جنيه ونص. اذا حضرتك بتقول للناس انه مفيش ارتفاع في الاسعار في رمضان او نتمنى السلع الاساسيه السلع الاساسيه فقط ذلك واحنا هنزود المعروض من الفراخ واللحمه الطازجه واللحمه المجمده وده بيتابع كان لسه رئيس الوزراء النهارده يمكن السؤال الوحيد ان انا اعرض عليه مواعيد التوريد في شهر مايو امتى وشهر يونيو امتى وشهر يوليو بحيث يبقى الامور واضحه نتيجه اخطر حاجه في السوق لما الطلب بيزيد وبالذات في رمضان بيزيد باكثر من 25% مش متوفره 100% هيؤدي الى زياده السعر. بس انا عايز اقول نقطه الـ المشكله اللي عندنا مش مشكله اسعار فقط
هي مشكله دخول ومشكله طبعا انتاج. طبعا ما هو حضرتك بتقول لي يعني التضخم زاد بقى كذا لكن الدخل لم يرتفع بنسبه طبعا. ارتفاع التضخم ولا حتى بنص ب 50% النظر في العمليه الانتاجيه سواء في مصانع صح. غرض التصدير او في صناعات صغيره حقيقيه تتم انشائها فورا طبعا والا هنقعد نلف في صح في دايره مفرغه وانا اتفق معاك تماما يا دكتور في القصه دي. متشكر طبعا جداً. انا بشكرك دكتور علي مصلح. انا بس عايز اقول حاجه انه لما نتكلم على التضخم وهرجع للساده النواب مره اخرى بنتكلم على التضخم يا جماعه ما نقولش اصل وزير التموين، لا وزير التموين مسؤول عن السلع الاساسيه فقط دي اللي على البطاقه ويمكن على منافذ التجاره وغيرها، لكن السياسه الاقتصاديه المتكامله زي ما هو قال نفسه الوزير ان انا لو انا ما عنديش انتاج اللي يحسن الدخول ما عنديش الصناعة زي ما الدكتور شبراوي كان بيتكلم من شوية، ما هو أنا الأهم من أنا أستثمر في معلش يعني ناس ممكن تكره الكلام اللي أنا بقوله بس أنا بشوف أولويات في الأولويات فقه الأولويات هو أنا أهم حاجة عندي إيه؟ إن أنا أفتح مصانع وأشغل الناس ويبقى فيه تشغيل وأيضا يبقى باكل يعني باكل من صنع إيدين المصانع إنتاج محلي هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتقلل التضخم بشكل أساسي. موضوع الرقابة أنا ما أقدرش أراقب سلوك الناس ما أقدرش أراقب الجشع لأن ده سلوك طول ما مفيش إنتاج هيبقى دايما فيه جشع وهيبقى دايما فيه ارتفاع للأسعار. طب أرجع تاني للنائب بدراوي معانا سيادة النائب أنا أسفة جدا للمقاطعة أكيد سمعت السيد وزير التموين. طبعا يا زلميس انا سمعت الدكتور علي والحقيقه يعني تحياتنا ليه لان هو الحقيقه مستلم الوزاره في وضع طبعا صعب هو بيحاول ان هو يحسن. نعم هنعود مره اخرى للنقطه اللي حضرتك كنت بتتكلمي منها اللي هي فكره زياره الانتاج ودي نقطه هامه جدا كنت انا ايضا بتحدث فيها ازاي نقدر نفتح عندنا الاف المصانع المغلقه يا فندم. لو قلنا الكلام ده لو كل يوم فتحنا خمس مصانع بالظبط 3 4000 مصنع المقفولين الوضع هيتغير في مصر بس عايزين اراده حقيقيه حضرتك لفتح هذه المصانع بدل ما نروح ننشئ كل شويه بنتكلم وزير الصناعه بيتحدث عن انشاء مصانع جديده يا جماعه عندنا 3000 مصنع مغلق في مصر على الاقل لو كل يوم فتحنا 5 صح. فقط صح. الاتاحه هتزيد والانتاج هيزيد لجنه بس يا فندم مشتركه يكون فيها حد من المركزي مع وزير الصناعه والحكم المحلي وكل المشاكل بتاعه 5 مصانع تفتح يوميا النهارده في اكتوبر بكره في 10 رمضان بعد بكره في السادات وهكذا لان المصنع يعني تشغيل ناس يعني دخل جديد للمواطنين يعني انتاج هو ده اللي الدول كلها قامت عليه. ما هو بس يبقى عندنا حركة الإرادة بتاعت التنفيذ وليس فقط ده. إرادة طرح الأفكار. النقطة اللي بعد كده بسرعة يا استاذ اتفضل يا سيادة النائب أسفل مقاطعة اتفضل عشان نخفض بس التكلفة بسرعة والناس تحس بحاجة. الحتة اللي اتكلم فيها الدكتور علي على إن احنا نزود شوية فكرة الدعم التمويني في الشهر اللي جاي أنا بطلب من الحكومة بشكل رسمي هو مضاعفة مقررات تموين لرمضان فقط احنا بندفع 21 جنيه للمواطن عندنا 60 مليون بطاقة يعني نتكلم في مليار و200 مليون نصرف الناس للتموين نصرف للناس التموين في رمضان اللي جاي ده فقط للشهر القادم مرتين كل التكلفة الزيادة مليار جنيه اعتقد مليار جنيه في وسط كل الارقام اللي بنتكلم ولا حاجة بس يعني تساعد حاجة الناس كده صح ونساعد الناس فانا بطلب هو بطلب يا فندم بمبادره مباشره مضاعفه مقررات التموين نصرف للشهر اللي جاي مرتين في الشهر او ندي للناس نفسين زيت وكيسين سكر بدل واحده واحده. بس عايز اصحح احنا بنتكلم في 20 مليون بطاقه تموينيه بيستفيد منهم 70 مليون مواطن فانت لو يعني الرقم مش هيبقى حتى بالرقم اللي حضرتك قلت عليه. لا هو 21 جنيه هو 21 جنيه للفرد يا فندم في 60 مليون فرد يبقى الاضافه اللي احنا محتاجينها مليار و200 مليون نرجع بقى لفكره احنا في اتفقنا مع صندوق النقد اللي جاي ضريبه القيمه المضافه النهارده 13% هنروح ل 14% من 1/7 انا بطلبه منهم يوقفوا الاجراء ده المفروض احنا هنرفع سعر الكهرباء في 1/7 ايقاف اجراءات اللي هتؤدي الى مزيد من التضخم ورفع الاسعار في المرحله القادمه هذا امر هام جدا مع اهتمام صندوق النقد بينا دلوقتي وان معدل التضخم مرتفع يبقى هو النهارده هيبص على الحاجتين الاساسيتين ان التضخم يتنيه ثابت عند المعدل ده او ينخفض وان ايضا سعر الجنيه امام الدولار يتحسن وانا بدات كلامي بان البنك المركزي هذه لحظه التدخل ليه لخفض الدولار وبلاش بقى فكره رفع ضريبه القيمه المضافه مره اخرى كفايه 13 مش لازم 1% الاضافي ده ورفع شرايح الكهرباء عشان نعمل توازن بين العرض والطلب يا استاذ لميس في المرحله القصيره لغايه رمضان انا بطلب ايضا من وزير التموين مع وزير الزراعه والصناعه نعمل يا جماعه اسواق مفتوحه في كل حي في مصر وفي كل مدينه عشان نقلل حلقات التداول الطماطم تطلع من الريف تبقى الحق يعني الطماطم ليه بتزيد الباميه ليه بتزيد الموضوع كمان غير منطقي يا سياده النائب بصراحه يعني
نعمل بس حضرتك نقفل حلقات التداول شويه نعم. ونعمل اسواق على مستوى الجمهوريه كلها، واعتقد ان قدامنا حاجات تتعمل والله تخفض الاعباء. طب على احنا ده دوركم بقى تحت قبه البرلمان. بشكرك سياده النائب محمد بدراوي. ايضا معايا سياده النائب عمرو وطني. سياده النائب، هل بتقدموا طلبات احاطه؟ بتواجهوا الحكومه؟ يعني بتعملوا ايه يا فندم؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك. طبعا حياتك، انا مش يعني في طبعا بشكر حضرتك وبشكر اي حد موجود معاك في البرنامج. شكرا. والموضوع كله يا فندم اني لما قدمت طلب الاحاطه، انا شايف ان طبعا ان الاسعار كلهم في ازدياد. يعني النهارده كنا بنتكلم على اللحوم، على الاسماك. النهارده الاسماك السمك البط اللي هو كان بتاع الناس الفقراء محدود الدخل، النهارده كان ب 17 18 جنيه، وصل 30 و35. انا بس بقول للسيد الوزير طبعا الدكتور علي مصلحي، طبعا انا عارف ان هو جه في وقت صعب جدا وصعب على مصر كلها، بس انا عايز افندي يبقى في كنترول في الاسعار وفي مراقبه حقيقيه من وزاره التموين على الاسعار. شكرا. اي فندم، بشكرك سياده النائب عمرو وطني اللي مقدم طلب احاطه بخصوص ارتفاع الاسعار. هدى اتفضلي يا هدى. السلام عليكم استاذ لمير. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك، احنا 6 افراد في الشقه، ولدين وبنتين وانا وزوجي. جوزي بس اللي عنده بتاع التموين، يعني المفروض ان انا اخد ربع جنيه عيش، انا مش عايزه اكتر من عيش وتموين واحنا 6 افراد. ايوه، جوزك اكيد عليه كل بقيه الاسره على البطاقه. لا، هو جوزي بس فرد واحد في البطاقه. ما اضافش الزوجه والابناء؟ لا، كل ما نودي الورق يقولوا لسه. ده لسه فعلا كانوا بيعملوا تنقيه. صحيح، بقالي 3 سنين. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا استاذه لميس، بعد اذنك حضرتك سامعاني؟ سامعاكي يا فندم. انا عندي طفل منغولي في البيت. انا محتاجه رعايه، يعني الطفل ده محتاج تخاطب. مفيش اي جهه بتقدم لي اي دوت. وعايزه اقول لك الولد حالته بتسوء، يعني الاول كان احسن من كده، دلوقتي التخاطب ده غلي، كل حاجه غلت مع غلاوة الاسعار. انا مش عارفه اتنفس، وانا معايا غيره اطفال تاني، يعني حتى العيش مش عارفه اخده. مفيش اي جهه مختصه بتطلع تخاطبني. عايزه مدرسه كويسه، انا ساكنه في 6 اكتوبر، عايزه مدرسه كويسه لابني. كل ده مش موجود. مفيش اي خدمات، مفيش اي حاجه. هل ممكن ناخد يا جماعه نمره بس هدى ونحاول ان احنا نساعدها بشكل او باخر؟ هدى مواطن مصري عادي عندها مشكلة مع ابنها، حتى مش لاقي حد تكلمه، مش لاقي حد انه يرعى هذا الطفل. الموضوع يا جماعة مش اكل وشرب بس، ومع يعني انا عارفة دكتور مصلحي بيعمل مجهود خرافي قد ايه في موضوع التموين، والحقيقة انه صلح المنظومة، لكن انا بتكلم على انه هو مش من حق الانسان انه يعيش بشكل جيد، مش من حقه انه يحلم، مش من حقه انه يحوش، مش من حقه انه لو عنده طفل يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه ان يلاقي له مدرسه يقدر يدخلها. هو احنا ليه حقوق الناس بقت بس تحت قوي كده؟ ما هو كمان لازم نفكر في حقوق الناس في الحياه بشكل جيد. طيب مين معانا؟ حازم اتفضل. استاذ لميس، ازي حضرتك؟ مساء النور، اهلا بيك يا حازم. طبعا حضرتك كنت بتتكلمي عن ان احنا نراعي ربنا طبعا في كل حاجه احنا بنعملها، وطبعا البعد عن ربنا دوت خلانا نوصل للمرحله اللي احنا فيها. طبعا بخصوص جشع التجار، فاحنا مش هنقول غياب الرقابه، احنا نقول ضعف الرقابه من بعض الجهات اللي احنا طبعا المفروض نشتغل معاها. وللاسف احنا بنلاقي سلبيه كبيره جدا من المواطنين في ان هي تبلغ ان في مثلا تاجر بيغلي سعر السلعه حسب ما هي مقننه. نعم. برضو احب اوضح ان زياده الاسعار دي سببها الكثافه السكانيه العاليه. طبعا. ودي بيبقى يعني بتعمل علاقه طرديه بالظبط مع الاسعار. بتلتهم التنميه بشكل بسيط يعني. شكرا يا حازم. احمد اتفضل. مساء الخير يا استاذ لمير. مساء النور، اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك. بص سيادتك، احنا زي ما سيادتك بتقول احنا قدام قنبله موقوته. الظروف اللي احنا فيها ديت ظروف صعبه جدا جدا. بنرفع الفايده ل 20% وعندنا استعداد نرفعها ل 22%. ارتفاع في اسعار كل حاجه. مشاكلنا كتيره. عشان نحل مشاكلنا دي احنا لازم نشتغل. صح، لازم البلد تشتغل. ما يجيش البنك يقول لي هديك 20% وانا معايا 2 3 مليون جنيه اروح احطهم عشان اخد 60,000 جنيه كل شهر. ما ينفعش الكلام دوت. لازم البنك ادي فايده 5 و6 و7%. وتعالى هتقولي طب الناس الغلابه
اللي هم بيحطوا عشان ياكلوا منهم. طبعا اعمل مشاريع انت يا بنك، فين طلع ما هو بقى، ما هو البنوك كمان ما بتعملش مشاريع. ما طبعا ما تعمليش مشروع انك انت تمول، عايزين يكوموا الفلوس كده عشان ارباح البنوك في النهايه. ما تعمليش مشروع انك انت تمول لي مشاريع، لا اعمل مشروع زي ما كان طلعت حرب بيعمل. هات واحد زي علي عبد كان في دكتور اسمه علي عبد المجيد عبده دوت، كان استاذ بيدرس لنا واحنا عيال صغيره وانا راجل عديت 60 سنه. الراجل دوت كان بيعلمنا، هاتوا كتاب علي عبد المجيد عبده قروه، اقروا الكتاب دوت. شكرا. هاتوا نظريات عبد العزيز حجازي، لكن احنا كلنا فاسدون. شكرا يا احمد. طيب جهاد وعمر دول اخر تليفونين. جهاد اتفضل. يا استاذ جهاد ازي حضرتك؟ مساء النور، اهلا بيك يا فندم. انا نفسي اعرف مين الاستاذ بتاع ال20 في المية زعلان. لا مش سامع حضرتك، اتفضل يا فندم. ليه الاستاذ بتاع موضوع ال20% زعلان اللي قبليه على طول؟ هو زعلان لانه شايف انه يمكن عشان الاستثمار فلازم. يعني هل حضرتك لو انا عندي مشروع كان بيجيب مكلفه 200 مليون او 150 مليون وبعته ورحت حطيت الفلوس في البنك الاهلي بنك مصر، هيجيب لي 20% 30 مليون، هل انا كنت بكسب 30 مليون؟ لا بس هو طبعا احنا مش عايزينك تبيع المشروع لان المشروع بيشغل ناس. لا لا احنا بعنا المشاريع، انا بعت مشروع وحطيت الفلوس في البنك الاهلي لان ما لانك انت جبت لي وزير سياحه ما بيفهمش في السياحه على سبيل المثال. جبت لي وزير ولا احنا اتاخرنا يعني شلته هشام زعزوع كان بيشتغل وكنا ماشيين بترتيب كويس والنهارده احنا رايحين ورا احنا ما وبعدين بيحسبوا المصريين اللي جايين اجازات ومعاهم باسبورات امريكاني ان هم سياح، مين قال الكلام ده؟ بيحسبوا الترانزيت سياح ويروحوا يضحكوا على الرئيس ويقولوا له احنا جايبين 4 مليون و5 مليون، مش حقيقي الكلام ده. احنا عندنا اشغالات في فنادق في شرم الشيخ وفي مرسى علم عامله 6 و7 هل ده منطق؟ فين فين؟ وعرضنا عليهم 30 مشروع. ما بنقولش ادونا فلوس، ما بنقولش ادونا فلوس عشان نسوق، لكن الناس مش بتسوق، الناس بتسوق تسوق سمعه مصر. ها حضرتك تيجي في وزير سياحه طرد اكبر مستثمر كان في مصر. طيب. يعني بص انا مش هقدر، يعني وزير السياحه مش موجود فمش مش هقدر ارد عنه يعني الحقيقه، فلكن يعني بشكر حضرتك. عمر وده اخر تليفون، اتفضل يا استاذ عمر. الو. ايوه اهلا بيك، اتفضل. اخير يا فندم. مساء النور الدكتور محمد المصري، مع سعادتك فندم. اهلا يا دكتور. يا استاذ لميس، انا طبعا بتكلم انطلاقا من وطنيه حضرتك وانا عارف حضرتك بتخاف على البلد، بس احنا بنحاول نوظف المشهد في الحاله اللي احنا عايشينها. لما الفندي بيكون اب وام واولاد في عربيه ولا قدر الله لا قدر الله يعملوا حادثه، طبيعي جدا العربيه كلها تتكسر، وطبيعي ان الاولاد يحصلوا اصابات وكدمات. مش هستغرب ان البربيز اتكسر وان الريزاتير وقع وان الفوانيس اتكسرت والناس هتلم حوالين العربيه. الناس بقى يا تساعد يا اما ما حدش يقول ايه ده الولد اتصاب، ده الام اتصابت. ايه دخل ده بالاسعار؟ معلش عشان نخش على طول على الكلام. في 2011 يا فندم كانت حادثه اقتصاديه رهيبه لما ننزل معدلنا القومي للسياحه من 65% دخل قومي لصفر سياحه، لما ينزل معدل التربيه من 7.2 ل 2.1 ونامل يكون 3%، لما المعاشات والاجور كلها تزيد، لما يحصل تحت حمل على موازنه الدوله، كل الحاجات دي يا فندم طبيعي اللي بنعيش في ده نتيجه منطقيه جدا للي حصل في 2011. اذا انا مش مستغرب اللي بيحصل، اسبابها ايه بترجع على جشع التجار. لا دي قصه طويله جدا. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا. اذا ده في وجهه نظر استاذ عمر انه ده تراكم لما حدث، وده طبعا لانه احنا تدهورت سياحتنا، انتاجنا في النهايه يعني كل معدلات النمو تراجعت، وبالتالي احنا في هذه القضيه. لكن ده ما يخليناش نقعد نقول ما هو ده اللي حصل وحصل وحصل، طب ماذا نحن فاعلون؟ هو ده السؤال. ماذا نحن يعني دخل الاستاذ جهاد، ماذا نحن فاعلون في السياحه؟ ماذا نحن فاعلون في الاقتصاد؟ ماذا نحن فاعلون في الاستثمار؟ ماذا نحن فاعلون في الانتاج والصناعه؟ احنا هنعمل ايه؟ حتى هذه اللحظه كلها حلول جزئيه. وارجع تاني للمشكله اللي بتمس الناس، التضخم، الاسعار، هذه قنبله موقوته، الناس حالتها ضنك، والارقام بالارقام الرسميه الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. فنرجو انه يبقى فيه بس رؤيه انه الارهاب هذه مشكله، ونلتف كلنا حول الدوله في هذه الازمه، ولكن هذا لا يعني ان نغض الطرف عن المشكله الاساسيه وهي التضخم وارتفاع
الأسعار. في طرق كتيرة جدا نقدر الدولة انها ترفع من على كاهل المواطن ده، مش بس التموين ده جزء منه، ولكن زي ما قال الدكتور مصلحي ايضا الصناعة، ان انا احرك الصناعة، ان انا اشغل نظام مواصلات يرحمني من استخدام حتى العربيات الصغيرة للطبقة المتوسطة، او حتى من المواصلات، نظام مواصلات آدمي، ان انا يكون في تعليم حقيقي وصحة حقيقية. هو ده دور الدولة، غير كده مش دور الدولة أي حاجات تانية، لا تستثمر في مصانع ولا تستثمر لنا في حاجات ولا تعمل لنا مشروعات تانية. دور الدولة إنها توفر لي الأربع خمس حاجات دول، هو ده تعريف دور الدولة. غير كده الحقيقة إحنا بنتكلم في اقتصاد تاني. الحقيقة إن إحنا فقدنا في الأيام الماضية رجل من أعمدة الاقتصاد المصري، رجل يعني شخصيا أنا كان عزيز علي جدا لأنه يعني خبرته على سنوات طويلة، دكتور محمد تيمور. إحنا تأخرنا في أن نقدم العزاء لأسرته، للسيدة منى سراج زوجته، ولشقيقته مدام هداية تيمور طبعا زوجة الراحل الكبير أستاذ هيكل. محمد تيمور رجل كل اقتصاديين مصر يعرفوه، كل الناس اللي اشتغلوا في اي انفستمنت بانكر يعرف من هو محمد تيمور. ده اول مؤسس لفكره الانفستمنت بانكينج، او يعني شركات الاستثمار المباشره او بنوك الاستثمار المباشره، كان محمد تيمور. محمد تيمور رجل القطاع الخاص كان شايفه هو هذا هو الطريق، القطاع الخاص هو طريق مصر الى المستقبل. فقدنا هذا الرجل بعد صراع مع المرض، بنعزي أسرته بنعزي أنفسنا أيضا، لأن الحقيقة نحن فقدنا عقل اقتصادي مهم في مصر. قاعدة هامة جدا، ما يمكن أن ينفذه القطاع الخاص ويرغب في تنفيذه أنا حكومة أبعد عنه. ده هيكلفني فلوس سواء عملة أجنبية أو عملة محلية، ما يصحش إطلاقا ده أنا عندي مشروع فيه 3-4 أجانب عايزين يعملوه وأروح أنا أعمله كحكومة برضه، لا يعني ده يبقى فيه حتى علامات استفهام عليه بقى في الحالات دي. كان أكيد لاعب أساسي في سوق المال وفي قطاع الانفستمنت بانكينج أو قانون أو شركة بنوك الاستثمار، إزاي تدبر أموال. إحنا أول ناس عملنا صناديق استثمار في البورصة، صناديق استثمار خاص، يعني كل ما هو متعلق بالأوراق المالية وبالاستثمار الخاص في مصر. نعم محمد تيمور كان موجود فيه، كان هو عنده النظرة ان هو يبدأ شركات طبقا للقانون الجديد، فأسس شركة لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وأسس شركة للوساطة في الأوراق المالية، وأسس شركة لترويج وتغطية الاكتتاب، وحطهم كلهم تحت المجموعة المالية المصرية.